اليوم يعني صراحة احنا بالجمعيات بحي الخليج بالتحديد وبهذا المكان اللي قاعدة به ام عباس يعني يعتبر يعني من كل مكان مكشوف العفو ينامون بالمطبخ. هي بالاصل هذا يعني تبرعت به العالم بتعميره، فشي بسيط يعني جدا مفتوح من كل الجهات. يعني عباس شلونك؟ الحمد لله اخويا، رغم كل الحاله والظروف اللي احنا عايشينها. طبعا اول شيء رمضان كريم علينا وعليكم، عساكم من عواد ان شاء الله بصحه وعافيه وسلامه وخير وبركه، والله يرزقني ويرزق الجميع ان شاء الله بحق محمد وال بيته محمد. ام عباس احكي لي، صار ايش قد هنا بهذا؟ انا صار لي 14 سنه نعم قاعده بهاي الغرفه اللي هي دار المعلمات المحترق على شارع بغداد. لا راتب لا رعايه، تجي المؤسسات تروح تدخل تصورنا وتمشي. انا اقول لك يعني مثلا اروح للمدرسه للمعلمات، هسه حاليا هسه استاذ احمد المالكي خطيه هم ما قصر الولد، بس وين الراتب اللي تستند عليه؟ وين كم دوب الناس يعني تطيك وتمد ايدها انت للوادي؟ ام عباس اختي العزيزه، صار يعني هذا شنو جيت يعني هاي هسه تعتبر هنا دائره مال الحكومه؟ لا هذا المكان يعني هيك مثل المكان اللي قاعدين فيه لو انتم كله بالمطبخ؟ نعم بالمطبخ، لان هنا أنا بالصيف شقد مثل ما عندكم الشوف. نعم وبالشتاء هم نفس الحال. نعم. فقعدتنا بالمطبخ، اما هاي الغرفه طايحه، هاي ملغيه مجرد بس نخلي بيها الشغله ونطلع لان ما تتامن طايحه. ام عباس نعم متزوجه؟ مطلقه. مطلقه يعني العفو. وشون قضيتها يعني عيشتك؟ يعني هسه اللي جاي اشوفه انه مكان صعب جدا يعني حتى رطب العفو صح، لو هذا شهر رمضان هم بعد واحد ما يقدر يكذب. اما بالنسبه للاهل كل واحد راتبه على قلبه، فما تريد تقدر يعني العفو تقدر تحجب عليهم او ايش تسوي؟ على الله وعلى الغربه. يعني مصرفك اليومي؟ والله على الله وعلى الغربه، او مثلا اوقات الكميه ابادلها بفلوس وهكذا. وهسه الولد خطيه احمد المالكي يساعدنا، وقلت لك انت وغيرك وغيره، وهاي هي سكر وضغط. نعم وربو وعدها انزلاقات الفقرات القطنية الرابعة والخامسة. ايش قد عندك يا عباس اولاد؟ اولاد والله عندي هاي بنية وحدة وولد اثنين، وهذا نوبة يبيعون كلينيس، نوبة يبيعون يعني شغلة مو دائمية مو حكومية، تعرف بعد انت مجتمعنا. نعم. وهاي كل ساعة باب الرزق دائما مغلق عندنا، ليش؟ والله شرطة يركضون وراهم، يعني تعرف بعد انت الظروف الجاية تصير بالعراق. مدارس والله مدارس، عندي هاي بصف الثالث وعندي ذاك بصف السادس. وبجيت يعني ابطلهم هاي السنه لان انا ما عندي متطلبات المدرسه والعيشه، تعرف انت واحنا يعني حتى ما انا ما عندي بالبيت، يعني اخابر لبو التنكر جاي اشوف. اي اخابر لبو التنكر خويا، يا بترسلي طن يا بترسلي طن ونص، وهاي المال طن وطن ونص، والفلوس شلون تدبر منك ومن غيرك. متطلبات البيت صوبه سبلت؟ والله لا سبلت على البنكه، صوبه ماكو لان نفط ماكو، الهيتر قليل نستعمل لان الكهرباء ما تشيل. هاي التصوير بعد قدام ويشوف الوايرات الكهرباء. احد يجي يساعدك من قرايبك من اهلك؟ لا من قرايبي، لا من قرايبي، لا الغربه. علاجك شلون قاعد؟ من الله ومن الناس ومن الحسينيات. انت يا مالي 77 77 عفوا صار لك ايش قد؟ منفصله؟ منفصله 14 سنه، بعد انا من انفصالي قعدت هنا. والله كريم. وين كنت قبل هذه العزيمة؟ كنا قبل بالبراضية هم حواسم، بس حواسم يعني الأرض مو إنه وشنه، وكل من راح الدار والمات مات والعاش عاش. اجينا متعدين هنا شفنا هذا البيت فارغ، اشترينا من هذول جوارينا قعدنا، وظلت الوادي متحل علينا أنا وجهالي. والله العظيم شو سوي يا أخوي، ما تقول لي وين نروح؟ المشتكى لله. بس احنا لحد الآن خايفين لأن احنا مهددين بالشيلة من قبل الحكومة. من يعني مو يعني قضية، أقصد المكان تريد جهة معينة يعني؟ اي جونا والله هواي جهات، هواي جهات شيلوا 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 شيلوا، وقلت لك واحنا قاعدين على ورود تلقى. والله العظيم شو اسوي بعد، ما تقول لي اخوي؟ يا مواليد عندي هذا 2011 وعندي 2007 وعندي 2000، بس مثل ما قلت لك يعني الشغل اللي اشتغله لو يمسحون سيارات. قبل كم سنة طقت عليها السيارة تاير مال سهريج. نعم. سوت عدة خلل بالعظم مال الإيد. نعم. ابني الكبير. نعم. وقال له دكتور عبد الكريم
قال لي عمليتك تكلف 15 مليون وذبيناها على الله وعلى العلاج الطبيعي وعلى الله. هسه شويه طابت بس مو ذيك الطيبه، يعني ما يقدر يشيل بها ثقل. هذا يبيع بالتقاطع وهاي العيشه. قلت لك احنا مع عباس شنو تريدين؟ احكي اللي بقلبك كله. والله احنا اي والله انا اناشيد نفط البصره الشركه، واناشيد المحافظ، واناشيد المسؤولين، واناشيد الناس الخيره، ها، واناشد كل واحد طيب بحق هذا شهر رمضان يسعى بحالتنا، لان انا وضعي كلش تعبان، انا مريضه. ويعني منين ادبرها؟ الاكل والشرب والعلاج والمصرف. وكمال النوب الماء يهمنا مشترى. كريم؟ الله كريم مثل ما يعني شفنا انه مع باس يعني صراحه تعاني من وضع صعب جدا، يعني حتى عندها صف من الصفوف يعتبر طايح. وبالإضافة إلى نومتهم وقعدتهم كلها في المطبخ، مثل ما نشوف الأرض رطبة، يعني يفتقرون لأبسط مقومات الحياة. سمعنا مناشدتها ونتمنى إن شاء الله أحد من المسؤولين أنه يلتفت لها صراحة. شكراً مع عباس. رحم الله والديك وجزاك الله خير الجزاء، وكل من يسمعنا رحم الله والديكم.